بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تونا عكسن داود يا هالكن وات تلفزيون كشبة له وده بدو وجود دوران ورك عن دين هينا وحاكم دا حلي بعنا دا برلمان كأي كلن كودي ما توجه اللي أغرين طلبات شرع الدور شوي إنك قرن كا هالقول كام يسوع يا شقي إن لو بهي هاي إن لجهر توج عسكرين تعرورتها لجوجو بابي يا أغرين تاس قبها كل الدوان بالشدة كلوريا جي سي او سركال كتر سن عمي صوم ايا شاكتي اقون اسوي دار سي لغو سو قبقبيك سمايو ان مركاسي لوغها اللي قطرتا اها ان عرورتا لغا قيب جلية دقال دا روحب دويل وطا ايا كبلو دي ديگانا كتر سن بنتلان غارهان قبلا دا قردفو ايا باري روحب كان ايا دويلها اسوطا او لو بيحي بوان ايا لغا عبسي قبا ان اي كوباهان لوليو كالي او كاترسن بنتلان سومالي لان يبرتمها سوماليا إلا إيا سيداد قوف أيا لغو صورمي يا إن لغو ديلي وير ريال شباب كو قادين بس قداها دالكا كينيا كو سعدالي يي قدوميها قبل كو غوي بريا دالكا كينيا و حقيجي وير كاسي أيا وحا وشيغي إنو أها فالا لبيك سدي داد آن وحبا قلبسان هل كورور كاسي داود يالات كلا سعوتان نوا تلفزيون كاشابي اللي مغالا دم قدشو بقر كا دل كا سعودي غا سلمان ايا عم باري وير وغيستي موادين سعودي ولا شاي كاسو كلا عاي حرا عيدان او كتالا دل كا مريكن كا بقر سلمان ايا وير كاسي كو تلمامي مدوحوش نما سيدا او شاقي مدحوينها دل كا مريكن كا ترام ترام او سيد عادي اهي تويتر كا سعودي غي فرين ايا شاقي إن بقر كو لا سو خيريداي روحا ويركا جيستا ايا اها اردي سعوديانا او خيردا او جوغي توبر اسوغو ديلي 3 روح داوعين 8 كاله رون ذا سانتيس برساب كا غوبلكا فلوريدا ايا وها او شيغي دولتا سعوديغي ان لوغا باهان ياهي مغدو ويركاسي ايا اها كي لباد اي تودوباد كان دحا خيرا ميلتري او كو تالا دالكا مريكنكا مالنتي قميستا ايا اهايد kolki badmaaxe mareekan ah oo ku dilay laba shaqaale xirada militaryga ee Pearl Harbor ee jasiiradda Hawaii haweenay u dhalatay dalka Hindiyana waxaa lagu gubay xilli ay ku socotay marag furka maxkamad rag ku eedaysnaa inay kufsadeen iyadoo u geeriyootay dhaawac soo gaaray haweenayda oo ahayd 33 jir ayaa u geeriyootay wadna istaag shalay gelinkii dambe iyadoo ku dhimatay cisbitaal ku yaalla magaalada Delhi gubashada jirkeeda ayaa ahaa 199 qamiistii ayayna ahayd falkaasi ugu dambeyntiina saraakiisha dalka Australia ayaa ka digay in aan la damin karin dab aad u xoogan oo ka holcaya dhul baaxadiisu dhan tahay 60 km kaasoo ku yaalla waqooyi galbeed ee magaalada Sydney magaaladaasi ayaa ah magaalada ugu dadka badan dalka Australia saraakiisha maamulka ayaa ku booriyay dadka aan guryahooda laga difaaci karin dabka holcaya inay u banneeyaan xaafadahooda sida uu dhaqsiyaha badan gudahan daawadayaal warkiina waa naga intaas.